اسمعي كولفيدان أخي ما بيعرف إمتى الوقت اللي بده ياخد فيه أدويته، مشان هيك دخيلك ما تنسي أخي بأمانتك. سلم كتير على أمي وعمر بابا ورح وصل رضا بيك لحد بيك وإلا ما عم شيل الحلق من إدني بنوب. إجت فترة ما كنت عم تحط الحلق، ما كانوا عم يبينوا. يلا المهم حطيتيه. يلا لك لا نمشي. يلا الله يحميكم. بسم الله. يلا ديروا بالكم على حالكم. بوزت لي أمي وعمر عني بابا. محمد ما بدي ينشغل بالي عليكم، البيت هلا صار بأمانتك، فهمت علي؟ فهمت عليك بابا. خبت بغرفتها ما هيك؟ محمد 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 ابني انت شو ناوي تعمل؟ ابوك هلا دار ظهره وراح. مسحتيها ما هيك؟ مسحتيها ومسحتي رقمه كمان، بس ما فيكي تمسحي العار اللي لبستينا يا فريحة. لك ابني انا عم بحكي معك. خلص تركيه خليه يحكي، عم بسمع. ولك انت عم تردي بوشي كمان؟ لك بعد من هون. من الاول اعطيني هذا من ايدك. ايه شو شايفني عم اشر بصل انا هون؟ ابوك مو هون، انا مسؤولة هلا. لا تخافي عمتي، ما رح اعمل لها شيء، لانه هي ما عاد تقربني. اذا بدك طول حياتك لبقى تحكي معي ولا بحكي معك انا محمد. انت انتهيتي عندي من اللحظه اللي مسكتي فيها بايد هداك الحقير لما هربتي معه، متي بقله شرفك. بس انا طلعت وراي محمد، ما شفت حدا من يلي بعرفهم، ما شفت اخي اللي بكينا انا وياه سوا لما قرينا رساله امي. هالحكي فيك تمرقيه على عمتي وعلى بابا كمان، بس مو علي. حكيك هاد ما رح يصلح شي من بعد ما غرقتينا بالوسخ وبهدلتينا، وما رح يشفى غليلي لحتى أعطي هداك الحقير درس ما ينساه. استنى فوت لجوا لشوف. فهمني شو هذا اللي عم تعمله أبوك بانو بالبيت؟ حاجتك بقى تزعج أهل البناية. انت بس لو بتحترم أبوك شوي ما بتعمل اللي عم تعمله، عم تفهم؟ الرقم المطلوب مغلق أو خارج نطاق التغطية حالياً، أعد المحاولة لاحقاً من فضلك. كوراي أنت ما رح تروح ما هيك؟ ما رح روح، ما رح روح لأي مكان. يلا أنت نامي شوي وأنا رح أتفرج عليكي. طيب شو لو كان ضربك؟ حبيبتي أنا كثير منيح، مو صاير لي شي، لا تخافي. أنا كنت بدي أجي لعندك بس ما قدرت أطلع، كنت عارفاني إنه رجعتي صعبة بس ما توقعت تكون صعبة لهالدرجة. يا ريت لو فيي أشوفك أمير. قلي انت بشو عم تفكر هلا محمد؟ انت طلعي من راسي هلا سهر، يلا نامي. صاير كتير عم تعصب علي. طيب يعني هذا اول يوم قلنا سوا بغرفه نومنا الجديده، بس انت شايفه انه لا ليلي ليل ولا حتى نهاري نهار، بالي مشغول. على اساس اذا تصرفت هيك رح يرتاح بالك؟ حتى صورتنا ما عم بقدر اطلع فيها ابنه، كمان ما عم بقدر خبي رسائلك، بس أنا لما بشوفك بنسى كل همومي.
يمكنك الاشتراك في قناتنا لمشاهدة المزيد من مقاطع الفيديو وتشغيل الإخطارات لتكون أول من يشاهدها.